السلام عليكم، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة داينغ لايت 2. أدري أن الأسلحة متنوعة جدا في اللعبة وممتعة جدا قتل الزومبي فيها، وأنا شخصيا عندي سيف المفضل هذا اللي تشوفونه، قطاف الرؤوس، هذا اللي يقول لك أرى رؤوسا قد أينعت وحانه. هذا هو، ما خليت رأس في القصة إلا وشليته معي تذكار. اللي متابعين التختيم أكيد غثيتهم بهذا السيف، ولكن اليوم راح أتكلم عن الجانب الآخر من القتل اللي هو الستيلث مود أو الثروينج نايف. طبعا ودي أجيب سكين من المطبخ بس حسيت الفكرة ما لها داعي إني أرمي السكين. فالسؤال هنا يا عزيز المشاهد، هل تستحق السكاكين أنك تطورها إلى الماكس ولا ما تستحق؟ بإذن الله راح تطلع بفائدة من هذا المقطع اليوم، فلا تنسى اللايك والاشتراك وإذا ما كنت مجهز وساه. طيب، أول شيء لازم تعرفه أن تطويرها من الصفر، هذه النقاط كاملة، تحتاج تقريبا حول 200 أنكومن زومبي تروفي، عدد كبير. فهل يستحق التطوير هذا ولا لا؟ بنشوف إن شاء الله مع بعض. أنتوا شوفوا المقطع هذا، شوفوا الدمج يا إخوان، استمتعوا وأحكموا وخبروني في الكومنت هل تستحق ولا لا. وإذا حاب تجمع التروفيز هذا بسهولة، أنصحك أنك تتابع المقطع اللي نزلته أمس عن الجريتش اللي تجمع تروفيز فيه له بدون ما تتحرك حتى حرفيا، يعني في 5 دقائق راح تجمع تروفيز كثير، فارجع للمقطع إذا ما شفته، وبحط لكم رابط المقطع في الوصف. نرجع للموضوع الدمج، طبعا حتى لو كانت على صعوبة هارد، شوف الدمج هذا واستمتع. انا عن نفسي راح اقول لك ايجابيات وسلبيات الثروينج نايف. اول شيء السرعه، مثل ما تعرفون السيوف بعضها تاخذ على حسب السيف او على حسب المطرقه هذه تاخذ وقت على بال ما تقتل فيها زومبي اذا كان عددهم كبير. مثلا تبغى تلوت بشكل سريع في مكان معين في الليل ولا شيء، ودخلت وشفت مثل اللقطه اللي جبت لكم اياها في المقطع، دخلت في حشره زومبي ودك تخلص الموضوع سريع ما انت بفايق كذا تجلس تصقع، هذا الثروينج نايف بيفكك لانه سريع مرة. طبعا شغله ثانيه واضحه، الدمج مره قوي مثل ما تشوفون انواع الزومبي في هذا المقطع، الدمج تقريبا 150 ان ما خاب ظني. اطلق زومبي في او اقوى زومبي في هذه اللعبه راح تتغلب عليه بكم من سكين ترميها. الفائده الثالثه، انت يا حبيبي بعيد عن المخاطر، يعني من بعيد اللونج رينج هذا يفيدك بحيث انك تكون يعني ما تعرض نفسك للموت او تخسر المهارات اللي كسبتها خلال الليل وكذا. طبعا تعرفون في اللعبه اذا مت راحت عليك كل المهارات اللي كسبتها، صدعه الراس هذه تفتك منها. الشغله الثانيه، اللونج رينج ما ياثر، يعني مهما كان الزومبي بعيد توصل له بنفس الدمج لو كان بوجهك. طيب الايجابيه اللي بعدها بخصوص الكرافت، طبعا عشان تسوي كرافت برضه ما ياخذ منك الا شغلات تافهه تحصلها في اقرب زباله وانت بكرامه وتسوي هذه السكاكين، فهذه ايجابيه برضه كبيره، يعني تسوي كرافت بشكل سهل وبسيط. وصراحه انا شخصيا اكثر شيء عاجبني في الثروينج نايف اذا كنت مثلا تلاحق واحد، تعرفون في بعض المشينات الزومبي يكون يتسلق وشارز منك، ولا المهم اي واحد يتسلق اذا رميت عليه راح يطيح على الارض ويمديك تقتله، يعني ما في زبنه مني. وحتى لو كان ما يتسلق يعني على الارض كذا بتهجم عليه، اذا رميت عليه الثروينج نايف هذا راح تعطيه نفس الستن، يعني يتم ثابت في مكانه وفاهي كذا يمديك تجلده بسهوله. بما اني ذكرت ايجابيات بديهيا لازم اني اذكر سلبيات، ولكن الامانه ما اشوف اي سلبيه للثروينج نايف غير شغله واحده، ان بعض الزومبي مسوي لك ذكي، فاذا رميت عليه اكثر من ثروينج نايف ورا بعض راح يسوي لك دوج، ويعني فهمت علي؟ فهذه انا برضه يعني ممكن تاخذها ايجابيه لصالحك، اذا رميت لا ترميهم كلهم ورا بعض، ارمي واحده واجلده، روح اعطه بالسيف، يعني عرفت؟ بعضهم مش كلهم، لان مثل ما ذكرت انك اذا رميت عليها الاولى راح يتم كذا فاهي وعليها ستن نفس الستن يمديك تروح تجلدها. اتمنى انكم استفدتم من المقطع يا اخوان، لا تنسوني باللايك والاشتراك، اشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه، شروحات، جلتشات، تختيم، في العاب حلوه نازله قريبا مثل الدن رينج، ما ادري ليش اسمها كان صعب اقوله. المهم اشوفكم على خير، ما ودي اطول اكثر، السلام عليكم.